أنا اليوم جمفو. أهلا إخواني أخواتي أصدقائي أخوتي إخوتتي، لا تنسوا القناة وضغط على الجرس باش دائما يوصلكم الجديد مع ليلى من أمريكا. واليوم جيت لكم بواحد معلومات بالنسبة للناس اللي تتخدم اللي عندها اللي شدت الدبلوم ديال الفندقية او لا ما لقاتش الخدمة في المغرب. انا اليوم جبت لكم واحد المعلومة من دومينيكان ريبوبليك بونتا كانا. انا مجرد نصيحة لإخواني، مجرد نصيحة الناس اللي عندها دبلومات وما لقاتش خدمة في لي زوتيل وتتكلم بليزيور لونغ. انا اليوم هنايا اخوتي اخواتي باش نوصل لكم ليكسبيريونس ديالي، التجربة ديالي اللي تنسافر فيها، وشنو استفدت منها، واش خديت من المعلومات. نتوما تتعرفوني انا انسانة ديناميك وتنهضر مع الناس وتنحاول نعرف لا سيتياسيون ديال هذيك البلاد ولو غير في مدة قصيرة. اذا انا جبت لكم هذه المعلومة. اذا على بركة الله تنتمنى لكم عيد مبارك سعيد لكاع الاخوان ديالي، كاع الناس اللي تتبعني ولو غير الناس قلالين. تنقول لكم عيدكم مبارك سعيد، تعيدوا وتعودوا ان شاء الله دائما الفرح، والله يحيد علينا الغم ويبعد علينا اولاد الحرم. مهم نرجع للموضوع ديالي والاكسبيريونس ديالي في الدومينيكان ريبوبليك اخر رحله، وشنو بغيت نعطي المعلومات بالنسبه للبنات او الاولاد اللي دايرين يعني خداو الدبلوم ديالهم في الفندقيه وما لقاوش خدمه تماك وتهضروا بليزيور لون، يعني تتكلموا باكثر من لغه. نصيحتي لكم دومينيكان ريبوبليك غادي تكون واحد الخطوه لكم بالنسبه لكم بغيتوا غير تهاجروا لاوروبا او الدول العربيه اللي مفتوحه للسياحه بحال الامارات. انا تنعطيكم واحد نصيحه من ذهب. عندكم واحد الفرصه اللي باقي الناس بالخصوص المغاربه باقي ما تيمشيوش لهاد البلاد، وهاد البلاد هادي الناس ديالها تتكلم غير بالاسبانيه. اذا جيرانهم هما الهايتي، الجزر هما في الجزر تيتكلموا بالهايتي، الهايتي الجيران ديالهم تيتكلموا بالفرنسيه. طبعا كاينين اللي تيتقنوا اللغه الانجليزيه، ولكن محتاجين المغاربة شغنقول ما شاء الله عليهم تقدروا يهضروا، يقدروا عندهم دبلومات في بليزيور لونغ، وهذه تصلح لكم اما تكونوا يعني في الاستقبالات في لي بانك او لا الاستقبالات في الاوتيلات. اغلبيه انا تنقول لكم على لي زوتيل عندهم الخدمه ديال لي زوتيل. اذا في استقبالات ديال لي زوتيل، يعني استقبالات ديال لي زوتيل غتكون مهمه للناس اللي عندها تتهضر بليزيور لونغ وعندها الدبلوم ديال الفندقيه او لا تقدري تكوني شافه. اذا محتاجين هما اللي يهضر اللغه الالمانيه معها الفرنسي يعني، او لا تكون تتقن اللغه الاسبانيه لكن معها زياده الفرنسي او الانجليزيه او الالمانيه، لغه اكثر من لغات، يعني ثلاثه لغات او اربعه لغات تتقنهم، وزياده عندك العربيه. كاينين الناس اللي تيجيو من جميع الدول العرب. اذا وكاينين انا نصيحتي لكم هو تمشيو لدومينيكان ريبوبليك، والعمله اللي غادي يخلصوه لكم غيخلصوكم بالدولار، يعني بالدولار. ولو الناس تيجيو من اوروبا تيتعاملوا بالدولار. من تجربتي انا الناس اللي ما لقاتش الخدمه في المغرب
عليكم بهاد البلاد اللي باقي الناس ما مشاش تتمشيش ليها. بالنسبة للدومينيكان ريبوبليك اللي تعرفوهم الناس المغاربة ساكنين في إسبانيا تهاجروا تهما تخدموا، ان المستوى ديال الدراسة ديالهم والتعليم ديالهم ما تهدروش بليزيور لونك، لان ذاك البلاد اللي تمشيو لها غير إسبانيا ولا تيجيو لأمريكا كاين المهاجرين بزاف هنا تقدروا يهضروا معاهم يوصلوا لهم الهضره ديالهم بالاسبانيه. بعض المرات تنكون رحنا هنا في امريكا انا تسحب لي واش انايا كاينه في اسبانيا، ان غير الكوميونيتي وبيك كوميونيتي يعني كبيره المهاجرين ديال الدومينيكان بورتريكو وكاع الامريكا لاتينوس كامله، يعني ما تلقاوش صعوبه في التواصل، تتواصلوا بعضياتهم معلومات يساعدوا. اذا ما محتاجينش كاع يجاهدوا ويديروا اللغه الانجليزيه الا من تكبروا ولادهم هنا تزادوا ولادهم هنا ولادهم تساعدوهم. هذه لاحظتها في يوم انا تنشوف بزاف الناس خدامين هنا وشحال من سنين ما تعرفوش يقولوا حتى كلمه واحده بالانجليزيه، دونك هذوك مجهودات ديالهم وهما القرار ديالهم مهم تكتبوا لك بالوراق هنا في الامريكان انجليزيه واسبانيه، دونك باش يسهلوا الامور على المهاجرين الاسبانيين كما يكون في امريكا اللاتينيه زعما في الجزر او لا في امريكا. فاذا انا اللي بغيت نقول لكم بسبب الموضوع بالله هذه الفرصه هذه عندكم المغاربه وسيختو الناس اللي باقيين صغارين يقدروا يمشيوا الطريقه كيفاش غتمشيو بها. وهو ما عرفتش واش كاينه شي سفاره ديال دومينيكان ريبوبليك تماك في المغرب باش تطلبوا الفيزا او لا تحاولوا تاخذوا الفيزا من شي سفاره اخرى وتنتقلوا، ولكن في الاول مره انا ما تنبغيش نعطي شي معلومات خايبه ويجي الانسان يتكرفص. في اول مره دائما خصك تعتمد على راسك، يكون عندك لارجون دو بوش ديالك، انك انت غادي لواحد بلاد سونترو دوميغو هو اللي فيها واحد الاقليه ديال العرب ديال الفلسطينيين اللبنانيين طبيعه الحال، هما تيساعدوا بعضياتهم وعندهم تجاره، هما تيجيو على التجاره، ممكن يكون عايش في امريكا لكن تيدير البيزنس ديالو في الوساط المدينه، تيدير البيزنس ديالهم ديال من هاد الناس هادو فين ما تيمشيو عندهم بيزنس ديالهم في بورتريكو في الامريك لاتينوز، ما عندهمش مشكله في اللغه ولكن دائما تيمشيو تيغامروا تيأسسوا البيزنس. اذا حتى نتوما المغاربه وتقدروا توسعوا البيزنس ديالكم الا مشى شي حد انتقل لهاد البلاد اللي تنشوفهم انا، تيمشيو كولومبيا تيمشيو هاد البلدان هادو، ممكن المغاربه الا مشاو لهاد البلدان هادو ممكن يديروا التجارة ديال المغرب الصناعة التقليدية كما تنشوفها أنا ملي تنمشي لهاد البلدان تنشوفها عند الإيرانيين عند الفلسطينيين عند ناس أخرين تيديرو الصناعة التقليدية ديالهم أو تجارة أخرى في هاد البلدان هادو. إذا غير باش يحطوا الاسم ديالهم والسمعة ديالهم في هذيك البلاد، يمكن هما تعيشوا في أمريكا ما محتاجينش بهذا لكن تيديروا الدرابو ديال البلاد ديالهم. اذا الناس انا اللي تيهضر بليزيغ لونغ موجوده الخدمه، ان اغلبيه ديال الدومينيكان تعرفوا غير اللغه الاسبانيه. اللي الثانيين اللي تيساعدوهم هما الهايتي اللي محتاجين الخدمه معاهم وتيجيو مهاجرين لعندهم في هاد البلاد. دابا علاش تنقول لكم دومينيكان ريبوبليك طلعات بزاف بهذا الشيء ديال السياحه، طلعات يعني حتى هي عندها نظام اسباني بقى محكومه اداريا بالنظام الاسباني، ولكن بلا عندهم واحد القرار ديال يمشيو ينتخبوا على البريزيدون ديالهم، عندهم حريه التعبير، عندهم مشاو بعاد شويه، ولكن البيزنس كله اللي محطوط كله ديال التجار الكبار ديال اللي جايين الناس لي بيزنس مان و بيزنس بيبل، يعني بيزنس بيبل يعني اللي عندهم بيزنس كبير من اسبانيا هما اللي حاطين هاد المشاريع ضخمه كبيره. ثانيا الفنانين ديال امريكا بزاف بزاف والفنانين ديال اسبانيا واخدين قصوره في هاد الجزر هذه، وهي جات في وسط من البحر وواحد بلاد الجو ديالها رائع
وفي نفس الوقت دائما سخونه، ولكن تيكون الشتاء، تيكون المطر يعني الشتاء كاين، والجو ديالها رائع جدا. الناس ديالها حبوبين، الناس ديالها واحد الناس تعجبهم غير الموسيقى والماكله وطبيعه الحال. راه العيال ديالهم ولا الناس ديالهم هما حتى هما دمارين، تنشوفهم هنايا ومشيت لتماك وتنشوفهم محبوبين لواحد الدرجه ما تيتصورش. الامريك اللاتينوس كلهم هذاك هو الكولتور ديالهم، بحال المغاربه، المغاربه تعجبهم الموسيقى، يشطحوا، عندهم واحد الكولتور ديالهم تيشبهنا. اذا من غتمشيو لهاد البلدان ما غتملوش، ما غاديش يجيكم القنط، تتحسبوا راسكم غير هي اختلافا اللغه ماشي بحال لغتكم، ولكن الانسان تقدر يتعايش الا بغى فرصة العمل، وقدر يمشي بعيد بزاف اذا اختي ولا خويا الا عرفتوا تحبكوها في هاد البلاد، تقدروا تصوروا العملة بالدولار او اليورو. كاين الناس تيجيو من تماك، الاوروبيين ومن كندا وفي امريكان، وتيجيو حتى من امريكا، من امريكا اللاتينو، تيجيو من العالم كامل، من الدول العربية، من الهند. ماشي حيت ساكنين في امريكا نو، الناس دوك اللي لاباس عليهم تيجيو لهاد البلدان، هاد البلدان هادو اللي في الجزر، تمشيو للبحاماس او الكاريبيان او لا تمشيو للدومينيكان. دابا حاطين على دومينيكان ريبوبليك فيها مشاريع كثيره كثيره، بالخصوص تنصح الناس ونصيحتي الناس اللي تتهضر بليزيغ لونغ، حاولوا كيفاش تواصلوا باش تمشيو لهاد البلدان. اول مره غادي تجيكم صعيبه المشيه، ولكن تقدروا تمشيو في الوسط المدينه، تواصلوا مع شي عربي، ديروا شي محاوله بحال اللي تتغامروا تتمشيو لاوروبا، ديروا شي محاوله. هذه غير هي غتمشي بها قانونيا في الطياره ديريكتومون. اذا وداك الساعه تتمشي تقلب على لي زوتيل وتتعطيهم السي في ديالك وتتقول لهم اوكي انا عندي عندي انا اتقن بليزيغ لونغ، تنهضر بليزيغ لونغ، عندي الدبلومات ديالي، عندي هذه هي الدومين ديالي. اذا راه ما غاديش تلقاو مشكله، بالعكس ان تنشوف الناس اللي جيرانهم تيتقبلوهم وتيديروا لهم الوراق وتيجلسوا تيخدموا قانونيا بالكونطرا. اذا تقدروا تخدموا بالكونطرا، انهم صدقوني محتاجين، ومحتاجين بالناس اللي تتهضر بليزيغ لونغ. انا غير كنت نضحك معهم ودغيا بغاوني نخدم معهم، وانا قلت لهم نو، انا تنعيش في امريكا وراه غير بغيت غير نشوف واش سهله باش نقدر نخدم ولا لا. اذا خذوا شي اوتيل، سيروا سافروا، ديروها بحال شي سياحه، وامن طون تتقلبوا على الخدمه. هذه هي نصيحتي كل مغربية ومغربي إذا بغاو يمشيو واحد النوع ديال فعود ما تمشيو لتركيا أو تمشيو الإمارات أو لا تمشيو لهاد الشي اللي بزاف عليه ضغط الناس وداكشي، أو لا تمشيو لأوروبا غير تعيشو راه أوروبا. الناس دابا اللي كبارين وعندهم الفلوس أو الناس اللي خدامين هما اللي تيمشيو يسافروا في هاد البلدان هادو باش يمشيو يرتاحوا. وكاينين الناس انا لقيتهم من اوروبا او لا من امريكا هنايا شاريين بيوت تماك، وتيمشيو يرتاحوا 6 شهور وتيرجعوا البلاد اللي عايشين فيها 6 شهور بحكم الدوار، يعني الجو، بحكم النشاط، بحكم الناس خدومين، الناس ادميين، الناس متفتحين جدا جدا، والطبيعه ديال الحياه ديالهم هكاك، يعني ما الطبيعه ديالهم هما هكاك. تنتمنى لكل خير وغود لاك ايفريوان، وتنتمنى الخير كل واحد وبالتوفيق الجميع. اذا بقاو معايا في السبجكت الثاني، يعني في الموضوع الثاني على المشتريات. اذا اخوتي خواتاتي كما تشوفوا معايا، هذه كنت جبتها من بونتا كانا من دومينيكان ريبوبليك. في كاينين في الاوتيلات تما، كاينين يمكن انا يا ربي تسمح لي استسمح، خديتها من المول بلو مول، بلو مول، وهذه خديتها في الاوتيل تماك. اذا يعني بغيت غير نوريكم المشتريات، ولكن
انا المشتريات اللي بغيت نقول لكم هو ديال ميسيس الجيفت اللي تعطات ليا ككارطة ومشيت ناخذ لنفسي فيه. اذا من بعد ان شاء الله غادي نقول لكم شكون اللي عطاوني هذا الجيفت عما قريب من يجي وقتها في المناسبه ديالها. نقول لكم شكون اللي هداو ليا هذا الهدايه هذا. اذا كما تشوفوا هذا الجيفت ديال المكياج إستر لاندر لافت اند جلوف داي تو نايت داي تو نايت كما تشوفوا إستر لاندر لافت اند جلوف داي اند تو نايت اتس فيري 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 جود كواليتي. هاد الكريم هذا تقدروا ديروه بالنهار وديروه بالليل والتخفيضات ديالو كما نقول لكم التخفيضات ديالو تنظن في 15% بحال هكا ولكن اتس فيري جود برايس. يعني الى عطاتكم واحد الجيفت ديال 200 تقدروا تشيو اشياء كثيره ويبقى لكم وترجعوا تاخذوا مثلا اولا جيفت 100. يعني اللي جاكم هو غير جيفت هذيك غير كادو اللي جاكم تقولوا بسم الله. اذا انا بغيت ديجا حليته من الكرتونه ديالو وهذا هو الساك اللي تيجي فيه بحال هكا تيكون هنايا تحت الميكا بحال هكا تيكون كلشي فيه منوي. دونك هذا الكريم هذا قبل ما غادي نبدا به هذا غادي نوريكم هو تيكون هذا عباره على سيروم تدهنوه في الاول بالليل او بالنهار من بعد تديروا هذيك الكريم اللي تيرطب الجلده وعلى التجاعيد ولا بحال هكا هذا دائما ليل ونهار. وعاد كاينه هذه ديال النهار هذه الكريم ديال النهار بحال ايكرون توتال ولا سان سكرين او ميم طون كريم وهذا ديال الكريم ديال الليل. من بعد ما دائما تديري هذه القطع ديك بحال السيرو وتديري هذه من بعدها هذه بالليل و او ميم طون تديري هذه وهذه ومن بعدها هذه ملي تخرجي عاد تديري الميكاب ديالك. انا ما عنديش بزاف مع الميكاب تدير شويه خفيف انا ما تعلمتش ليه من صغري. اذا اللي خديت واحد العكار حتى هو خديته في الميسيز هذا الشيء في الميسيز خديت واحد العكار والنيميرو ديالو كاين تماك زوين عجبني لا كولور ديالو انا تعجبني بحال هكا قهوي ولا هذا. والنمره ديالو هي هذه كما تشوفوا النمره ديالو تبان لكم على الواضح النمره ديالو هي هذه وكل واحد وكيفاش تيبغي النمره ديال العكوره ديالو. يعني الواحد يشري شي عكر يشري لا كواليتي باش ما يوقعلوش المشاكل. كاينين داك العكوره اللي رخاصين تيقدروا يديروا كما تعرفوا البنات هذه ديال في الاول ملي تديريها انا عندي داك سيركو وجاتني من السكري تنحاول ندير هذا باش نغطي شويه على يعني ما تيغطيش ما تيكوفريش دائما ولكن تقدر شويه يساعد. وهذا هو الرقم ديالو اللي تيجي ليا مع لا كولور ديالي. عاد تندير من بعد الاخرين اللي تندير في الماكياج ديالي فوق من كل شيء يعني واحد شويه غير الانسان تيغطي شويه. اذا هادو هما الكادو اللي اختاريته انا
بالكارطه اللي تهدات ليا، وان شاء الله يعني واحد الاقل ديال الاصدقاء عرفوا هذا الكادو منين جاني. اذا غادي نخليها ان شاء الله مفاجاه وغادي تعرفوا اش كاين. اذا جاني كادو، مشيت خديت انا، عزلت زواهك انا وعزلت شي حاجات اخرين تجي في الوقت ديالها، لكن انا غنوريكم غير الحلقات دابا اللي لبستهم. ديجا انا لبست هاد الحلقات هادو وايت جولد، يعني هذا الذهب الابيض وبالالماس، وثمنه جد مناسب جدا بالتخفيضات، ولكن لا كواليتي اند ميسيس. كنت شاركتكم في داك الفيديوهات، لا تمشيو ترجعوا الفيديوهات ديال الميسيس ديال ملي كنت عبر الخاتم المقياس ديال الخاتم او السلسله او الحلقات في هذاك الوقت عزلت هذا الشيء. اذا من بعد وخديت هذا البيجاما هذه في الاحمر البنطلون ديالها وشي حاجات اخرين انا توريكم دابا غير اللي لبست اللي لبستهم واللي استعملتهم. اذا الباقي غادي نوريكم الحوايج اخرين ان شاء الله. اذا هذه المره الحمد لله جاوني بزاف ديال لي كادو من عند الناس اللي قرابين ليا، وفي الخدمه ديالي عطاوني حتى هما كادو وتيقولوا ليا نعزل اي حاجه في هذا الشيء في الخدمه. انني دوزت اكثر من 10 كل 5 سنين تيشكروك على الخدمه اللي خدمتي معاهم كل 5 سنين. دابا عطاوني ديال 10 سنين ولكن 11 عام دازت. اذا تنعزل اي حاجه بغيت من هنا تنعيط عليهم اولا تنديرها اونلاين اولا في التليفون، وكما تتشوفوا هذه تنعزل اي حاجه كما شفتوا. وفي الخدمه المهم تتختاري اي حاجه والخواتم او شي حاجه في الكيتشن عندك في الكوزينه او ترافلين يعني سوكيس او لا بغيتي شي حاجه في الدار تصايبيها تور ولا شي حاجه تنخمم. المهم لو جيست كيلكون لي يفكروا فينا ولو غير هاد لي بتيت شوز تيفكروا فيك، يعني ولو يعطيك غير العصاره ديال القهوه مثلا او يعطيك الماكينه ديال العجانه دي الحلوه، تيفكروا فيك على المده اللي خدمتي معنا وتنشكروك. يعني ماشي بالشروط عليهم يعطوك شي حاجه قيمتها مع ب 1000 دولار ولا شي حاجه لا، لكن تيشكروك عليها. انا ماشي غير تعطوها لي رانا عاطينها لبزاف الناس دوز الوقت بحالي. اذا حاولت نشارككم هاد الاشياء هكا قد ما انا فرحانه، بغيت نوريكم نقول لكم الله يفرحكم حتى نتوما، والله يبعد علينا كل حزن وكل غم ويبعد علينا الشياطين من هاد الدنيا، ان ما اكثرهم الخبثاء في هاد الدنيا، والخير قليل والشر ما اكثرهم الشر. يعني في المده الاخيره اكتشفت بزاف الناس حواليا بزاف الناس حسيت باللعبه الشيطانيه لا تصدق. اذا هادشي اللي كاين، نتمناكم على خير، عيد مبارك سعيد، واحبكم في الله. اللي تيبغيني حتى انا تنبغيه، واللي تيكرهني حتى انا تنقول ليه الله يسامح لكم وما درت لكم شي حاجه باش ديروا ليا المشاكل، وما درت شي حاجه الا انا تنفتح قلبي ويديا وتنساعد كل حاجه الى قديت نساعدها. تحياتي جميع، ثانك يو.